صباح الخير علي صلاحة عضو كنيست في البرلمان الإسرائيلي. بدنا نسمع منك كلمة معايدة لأبناء الطائفة المعروفية من رحاب مقام سيدنا شعيب عليه السلام والزيارة السنوية للمقام الشريف مقام سيدنا شعيب. أولا زيارة مقبولة لجميع من يتواجد في هذا المكان المقدس سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، وزيارة مقبولة لكل أبناء التوحيد أينما كانوا في سوريا لبنان والأردن وأيضا في دول الاستغراب. أنا أهنئ الجميع بهذه المناسبة الكريمة وآمل أن نعمل سويا ونتحد لكي نرتفع ونرتقي بهذه الطائفة المعروفية المجتمع الدرزي الذي يليق به كل الاحترام وكل التقدير والتقدم والتطور. شكرا جزيلا، وزيارة مقبولة. وزيارة مقبولة كمان، احنا بنقول لك.